تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدرت جامعة إدلب قرارا بتأجيل الامتحانات إثر الاشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام النصرة سابقا وأحرار الشام. وجاء في بيان الجامعة أنه ونتيجة للظروف الأمنية في محافظة إدلب وحرصا على سلامة الطلاب، قررت جامعة إدلب تأجيل الامتحانات في كليات ومعاهد إدلب اليوم الأربعاء إلى موعد آخر يحدد لاحقا. أكد نائب وزير الخارجية الروسي إمكانية عقد لقاء روسي أمريكي حول هدنة ثانية في سوريا. ونقلت مصادر صحفية عن مصدر مقرب من محادثات التسوية السورية القول إن روسيا والولايات المتحدة قد تعلنان هدنة ثانية في سوريا في منتصف شهر آب أغسطس المقبل، ستشمل على الأرجح حمص وربما الغوطة الشرقية. خاضت القوات الأمنية العراقية بإسناد جوي أمريكي معارك ضارية لتحرير قرية في جنوب مدينة الموصل احتلها داعش مؤخرا. وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش يواصل عملياته من محورين ويتقدم للسيطرة على قرية إمام غربي في ناحية الجيارة التي احتلها أفراد داعش قبل أسبوعين. تحقق النيابة الألمانية في حقيقة أن فتاة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاما كانت من بين مجموعة يشتبه في انضمامها إلى تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية. وتشير أنباء إلى أن القوات الأمنية العراقية عثرت على الفتاة في نفق تحت المدينة القديمة إلى جانب 19 أجنبيا آخرين يوم الخميس الماضي. وتقدر الاستخبارات المحلية الألمانية مغادرة نحو 930 شخصا من بينهم 20% من السيدات للانضمام لداعش في العراق وسوريا. قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة منذ 27 من شهر أبريل نيسان الماضي. وبحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضررا هي العاصمة صنعاء والحديدة وحجة وعمران وإب. أفاد بيان صادر عن مكتب بيردوفيلي قائد القوات المسلحة الفرنسية بأنه استقال بعد أيام من خلاف علني مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتراحات بخفض ميزانية الدفاع. وقال دوفيلي في البيان إنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها. حلت العاصمة الإماراتية أبوظبي في المركز الثاني عالميا كأفضل مدينة للإقامة وممارسة الأعمال، متفوقة بذلك على عدة مدن أوروبية بحسب مؤشر إبسوس للمدن العالمية لعام 2017. نهاية الموجز، في أمان الله. We'll be right back.